here we go. Ay, ay. Is this King? Ay, ay. السلام عليكم، أتمنى شباب منكم تدعمون صديقي خطية مصطفى جيمر، ينزل مقاطع بس ما عنده دعم، أتمنى تشاركون وياه وتدعموه، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم علي العراقي. اليوم جايبكم لعبة هابي رايزنج. من الالعاب الفيطيه، طبعا لعبه كلش حلوه. قبل ما نبدا ردت اسوي فيديو على لعبه اكشن اونلاين رشاشات جديده، راح تظهر صوره مالتها حاليا، هيك صوره مؤقته. ردت اسوي فيديو عليها بس سيرفراتها ما راح تشتغل، ما ادري يعني تتوقف. اللعبه كلش حلوه راح تعجبكم ان شاء الله، نزل عليها بالليل او غدا. المهم عندنا هاي اللعبه مثل ما قلنا لعبه هابي رايزنج. منها الاعدادات تقدر تتصل مثلا على سوق بلاي او على الفيسبوك وتغير الاسم تقدر. وبها مثلا عندنا الاونلاين، لا تشوفون حركات بها فيطيه، اونلاين ريزنج فريند ريز اللي هي فريند. هنا مثلا تدور انت مباريات او انت تسوي مثلا، انا اسوي معركه وصديقي ينضم وياي، مثلا اختار الشخصيه او شخص ينضم لي، مثلا تشينج كاركتر عندك من، يعني بها سوالف حلوه. يقعد صديقي يدور لحد ما يلقيني، لحد ما يلقي الاسم ويدخل عليه. مثلا هذا هاي فريند رايز اللي هي وكو سينجل بلاير، خلينا نفوت السينجل بلاير بعدين ندخل اونلاين. شخصيات كوميدي، يبا هذا الشايب جد الشايب، اي هذا يرهم جد الشايب، حلو الشايب. عندك اهم هنا المرة العجوز اللي هي الكات ليدي، عندك الساد شارك اللي هو القرش الحزين، طبعا هذا غالي يعني بفلوس بس هي اللعبة في طير. هذا فري بس شنو، من تدخل عليه حيقول لك اتصل على مثلا على الانستغرام او تشتريه ب$6. طبعا فلوس الشخصيات كلش غالية، ما اعرف شنو السبب، بس هنا اذا اسوي مثلا سبسكرايب على الانستغرام راح يعطوك اياه ببلاش، وهنا تفتحها مثلا 5000 ذهب، هنا ب$5000 او بدولار. وعندك هذا يعني ابو المطار حلو يصير، وهذا ب$7000 او دولار. شخصيات حلوة بيها، هو شخصيات، هذا مفري بالله شي يريد. كذلك هاي الشخصية اي وحدة فري مكتوب عليها يعني انستغرام، وهنا عندك فلوس دبل وشخصيات هواية واكو جديدات بعد مفتوحات سيارات. هسه راح نتعرف على اللعبة شوي شوي. طبعا هنا عندك الجيت اكس، اوكي هنا لازم تشتري هاي، فنختار الشايب. اوكي سلكت سنجل بلاير. سنجل بلاير اللي هي مهمات، بيها مهمات هواية لعبة همية، طبعا سنتبهت عليها مهمات هواية، تقدر تلعب ذني مهمات كلها. مثلا حنلعب اول مهمة، خلينا نشوف بالنص، بس لا اشغل فيديو، ما اريد. اوكي راح نلعب سنجل بلاير، يقول لك لازم هيش تمشي هيش ليفل 1. اوكي عندك على اليمين الزر الامام والخلف الرجوع وللامام، عندك السهم على اليسار، الاسهم على اليسار مثلا ترفع السيارة او يعني شلون ترفعها او تنزلها، وتظل تمشي هاي. بعدين مثلا هاي الاسهم يعني على اليسار مثلا ترفع السيارة او تقدمها، طبعا بها شغلات كوميدية لحد ما توصل هنا تمشي وتفر السيارة يعني بالاسهم توصل هذا المكان الذهبي هنا وتفوز. طبعا الماب اكثر، هاي نيكست. اوكي بيها فلوس، بيها جوائز، بيها هواي شغلات، بس الجوائز بالبداية كلها فلوس، وبعدين تقدر تفتح شخصية مجانا. الاعلان من يخلص الجيم اكيد. اوكي فتحنا الصندوق بعد الاعلان، فلوس يوصل للشخصية يعطينا فلوس كل مرة 200، هالمرة 800، حلو. فاوكي هاي المهمة الثانية اللي هي هذا الشايب صاحبنا، هذني عوائق نسميها شوي على الكيف، تقمز هيجي تفر شوية، اوه بعد شكله تغير، اوه عباك يعني تأثر. شلون راح يمشي؟ ارجع، ها رجوع، اكو رجوع همينة للامام للخلف بحلقة.
وصلنا هنا. انقتل انقتل. اوكي هاي مهمات طبعا راح اطلع ما اريد اعيد مثلا. هي كوميدية اللعبة. هنا عندك الاونلاين. يمكن عندي صندوق هنا نيكست ان، يمكن عندي صندوق ببلاش. المهم اونلاين ريس، اونلاين ريس. خلينا نفوت عليه، خلينا ندخل عليها. طبعا يقول لك اختار شخصية. طبعا عندي 2000 ما اقدر اشتري اي شيء. ارخص واحد 5000. نختار الشايب، شايب المجنون. راح يدور لاعبين اونلاين. طبعا تقدر تربطها على الفيسبوك او تسوي لهم مثلا سبسكرايب، مشاركة او متابعة على الانستغرام. امريكا وروسيا الصور. بعد منو؟ اوكي ويانا يعني امرأة عجوز هاي المخبلة اللي هي ليدي كات. بس هذا اونلاين. يلا روح روح، لازم واحد ينتبه شلون يدوس الاسهم عشان هاي الثقول. روح روح روح. لا شيتنا ثلاثة بس واحد راح. وتعيده من العلم. طبعا بكل مكان توصل علم. هاي العجوز هنا، العجوز السريع. روح روح روح. لازم ارفع لازم ارفع. اي اوقف. اي عبر. روح روح. لازم تدوس الاسهم عمود الطير. يلا يلا يلا. خرب تشيك بوينت، يعني من تموت ترجع منه. الطاب. لعبة في طيب بس كلش حلوة. لا لا ليش رجعت؟ وصلت ثاني. لا بسرعة بسرعة وصلت ثاني. الطاب صاحبي الطاب. اوف السيارة اوف السيارة. ايه دابر هذا دابر هذا. اشي رجوع شوي رجوع. وخر. لا 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 وصلت وصلت. ويلي الا شوية. عطب عطب انقطع رجلي قطبت. الثالث يا بغير كوميدية اللعبة. وهو صوت هسا عليكم الصوت مرة ثانية. زين الصندوق هذا نحصله بدون اعلان. هم زين فلوس كلها فلوس. ما صار عندي 5000 كان فتحت غير واحد. يلا هذا طائرة بالزورق. اقمز اقمز. خراب مثل هابي ويلز تقريبا اللعبة. تشيك بوينت الاول الاول. روح 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 روح. على قولتي. واصل 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 واصل. لا 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 ليش رجعوني ليش؟ بعدني الاول بعدني الاول. اي اصعد 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 اصعد. الاول الاول الاول. يس اي ام ذا تشامبيون. اوكي الاول من مره ثانيه. كنت صندوق 2000. حلو اعطيني اعطيني شخصيه شيء. يلا 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 شخصيه شخصيه. هم فلوس 5000 اقدر افتح شخصيه على السريع. يلا فدوه فدوه. من ناخذ والبايسكل هذا بني 4000. هذا الفري هيك واحد 8000. ابو البايسكل هنفتح ابو البايسكل. حلو تشويز. 3 1 جو. قراصنة كلهم. روح ابو البايسكل سريع سريع. روح روح يلا يلا روح. اهم شيء عندك هاي الاسهم اللي ورا اللي على اليسار. العفو تقدر من خلالها تتحكم بالمشية والصعدة والنزلة. اقمز. وصلت وصلت الاول. الماب صغير يعني مشي قليل. لازم يكبرون الماب. فهو تشيت وقع. حلو ايوه هيك بيها الاصطدامات حركات العيون تنشمر الخشم الرجل حلوة. مفروض من الفريند رايز اللي هي تقدر تلعب ويا صديق اما على الواي فاي او مثلا انت تسوي ماركة مثلا هناك ريت. انا اقدر اسوي كريت بس ما اعرف شو مدى تصير. هي اللعبة مأخوذة من كارتون اسمه بومب ماسترز ماسترز ما شنو هذا الكارتون. فاذا شباب الى هنا نهاية الحلقة. حلقة بسيطة وفيطية على لعبة هابي رايزنج. والفيديو القادم على اللعبة الحربية بس قد تشتغل سيرفرات وراح انزل لعبة اونلاين رشاشات. اذا شباب الى هنا نهاية الحلقة. اتمنى يعجبكم الفيديو وكان معكم علي العراقي والسلام عليكم.